السلام عليكم، اهلا وسهلا. كيف توما؟ مزيانين؟ كل شيء بخير؟ نهاركم مبروك. اليوم فيديو جديد، والفيديو ديال اليوم سبيسيال، حفله ديال عيد ميلاد ديال جنيد. عيد ميلاد ديال جنيد كازن دائما ما كنعملوش في نفس النهار، ساكي كيجوز الوقت عاد كنعمل حفله اذا باش نفرحوا ونشطوا داكشي، وجنيد يفرح طبعا. واليوم ما غاديش نعمل عيد ميلاد في الدار، غادي نعملو في واحد لوكال، واحد فحال هو خاص بعيد ميلاد، هو في نفس الوقت كافيتيريا وفيه الالعاب وداكشي كيمشيو يلعبوا ويلعبوا. ف اسمو موندو مانيا، شوف كان سيلادا هاد البلاصه هادي، فيها غادي نعملو عيد ميلاد. عرضت صحابو ديال المدرسه، المهم هذيك صحابو اللي كيهضر بهم دائما، اللي كيقول الاسماء ديالهم بزاف هما اللي قلت لهم. فغادي نمشيو دابا شويه، المهم دابا باقي بكري، باقي مع ديك الاربعه الاربعه ونص غادي نمشي باش يلاه نوجد، حيتاش الناس قلت له حتى تلعبوا ولا جيبوهم والديهم، طبعا باقي صغارين، قلت لهم يجيو مع ديك الخمسه الفوق، يعني ابتداء من الخمسه خصني نكون وجدت الطابله ديالي وجدت كلشي، وجدت بزاف الحاجات. غنكون شاركتهم معكم فيديوهات سابقه، صورت ماشي كلشي، الحاجات اللي سبق لي عدلتهم ما شاركتهمش معكم، مثلا بحال بوب كيك دونات وديك شي ما صورتهمش، حيت كنت مزروبه كنخصني نوجد كلشي دغيا. التصوير كيدي بزاف الوقت، صافي الحاجه اللي كتكون عاملها في نص ساعه، مي كتجي تصور كتعملها جوج ساعات، حيت نزل مقادير صور. المهم بلبلت عليكم بزاف، خدتكم فيها الهضره بزاف، ما علينا نختصروا. اليوم الحفله العيد ميلاد جنيد، غادي نخرجوا دابا شويه باش نمشيو للوكال فين غادي نعملوا عيد ميلاد اللي فيه الالعاب وديك شي. وجدت كلشي ديالي، باقي الحاجات اللي في النيبيره في النيبيره باش تنكونوا خارجين باش ما يدوبوش الحاجات اللي فيهم الشوكولات، وصافي هادشي اللي كاين. خليكم معايا تنشوفوا نهار اليوم كيفاش غادي يجوز، ما يجوز غير غزال ان شاء الله يا ربي. المهم قبل ما نخرجوا بغيت نشارك معكم واحد جوج قفيطنات دي شي حاجه الحلاوه رانا داركم. شوفوا معايا، شوفوا قفيطن ليلي واللوجاي بحال عطيتنا ديال جوهره، شوفوا على حلاوه قفطن اللوجاي، شوف ويتك 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 داكشي كيوت. هادو مع صاحبتي دي ان كافطون اللي شاركت معكم قفطان جلابه، بزاف الحاجات اللي كنت ديت من عندها شاركتو معكم كاملين. ودابا غنشارك معكم هاد قفيطنات هادو ديال جوهره، شتو شحال مزيونين، بلاتي نبعت الكاميرا باش تشوفوه كامل. ها انتما شوفوا قفيطنات كيفاش كيجي بشحال حلوين، بلي جبيهم بحال بعطياتو. هذا ديالي قالكم تشوفوا الخدمه، دابا نطلقوا شوفوا فيه الخياطه بالسقلي، وهنايا هاد الجواهرات هادو شوفوا شحال مزيونين، جاب الخياطه حتى النص، الثوب ديال جوهره غزاله بنات، كاليتي ديالو فنه، شوفوا كيفاش طايح مرخيف نيون. ودلوجين هو هذا، ها نزوم شوف حتى هو بالخياطه بالسقلي ديالو بالجوهر ديالو بكلشي ديالو، جوهره غزاله طايحه كتحمق، وكيجي بالحزام ديالو ها نتوما شوفوا الحزام بشواشه والدنيا في الهالك. ها ديك الساعه نقيسوا لهم نصوروا لكم كيفاش كيجي في اللبسه ان شاء الله يا ربي، ديك الساعه قيسته ديالي انا باش تشوفوا كيفاش كيجي في اللبسه. المهم كيجي غزال طايح، وكيجي بالسميطه ديالو، بغيتو تعملوه بوحدو هيدا بوحديتو بلا حزام، بغيتو تحزموه نتوما اللي بغيتو. المهم بدات صاحبتي اللي كتعدل القفيطنات كاينه في هولندا، ولكن كتصيفط من كل موطن اوروبا كامله وحتى المغرب فين ما كنتو تصيفطوا لكم، عندها بزاف ديال الشكلات ديال القفيطنات، كتعمل تجي لي البنات العقلات والجلابه ديال العيد الصغير كانت من عندها وكنت وريتها لكم. واحد القفطان عاوتاني كان عجبكم بزاف، كنت عملته في عيد ميلاد جنيد العام اللي فات، واخا ليكم شي تصويره تشوفوه حتى هو عاوتاني غزال. المهم عندها بزاف ديال الشكلات وبزاف ديال القفيطنات، وديك الشيء مزيون غادا خدمه متقونه والاثمنه مناسبه، وكتصيفط لكم فين ما كنتو وصلكم كيف ما قلت لكم. وصافي غادي نخليكم تشوفوا هذا الفيديو باش تشوفوا كيفاش كيجيو في اللبسه، وديك الساعه نتلاقاو في عيد ميلاد، خليكم معايا. وصلنا لموندو مانيا، دابا جبرتو عندي تبارك الله كاينه السينته، نسيت السينته باش نجبر فيها النفاق داق، هنايا كاينه كلشي. المهم دابا عندي الروينه هنايا جالسه كنعاود نوريكم. المهم عندي هنايا الروينه، هنايا كاينه مالح كراتن خفيف، المهم حدا مسكينه كتعاود لي هادو. نعاود الطابله شويه، باقي لي غير الطارطه خصني نجيبها بلات شويه باش ما تذوبشي. وهانتوما هنايا غزال فيه الالعاب، شوفوا كيلعبوا جنيد فرحان، جاو صحابو هنايا اللي كيقراو معاه جنيد ايتان. هنايا الالعاب مزيونين، كاينين داخل وكاينين برا.
سالينا عيد ميلاد عرفتوا لي ما كنت مفتونة ما صورتكمش حيت تبارك الله جاو عندي الضياف هنايا وكانوا العواول والدنيا غزالة فهاد منظومانية كتحمق والله إلا شوف